السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا جماعة في فيديو جديد. في ذا الفيديو إن شاء الله بإذن الله حتكلم عن أغلب الأسئلة اللي سألتوني إياها في المقطعين اللي نزلتهم بالقناة. راح أرد على الأسئلة اللي سألتوني إياها، حرفيا الأسئلة اللي سألتوني إياها مرة كانت أسئلة كلها مفيدة. فاليوم راح أقرر إني أجاوب على جميع الأسئلة، بما إنه كلكم أسألتوني أسئلة كثير، وأنا صراحة الأسئلة هذه قلت يعني يمكن يطلع منها سؤال سؤالين مفيد أسوي عليه مقطع، لكن طلعت بشكل كلها مرة يعني طلعت كلها مفيدة بشكل مرة كبير. عشان كده هذا المقطع كله خصيصا راح أجاوب على كل الأسئلة إن شاء الله يمدينا الوقت، ونشوف إذا كان في أسئلة كمان نبي تسألها ولا لا. وإذا كان في أسئلة تبون تسألها في ذا المقطع اكتبوا تحت بالكومنتات، يمكن أسوي جزء ثاني لهذا المقطع أو أسوي مقطع خاص لسؤال معين. فبس يا جماعة الخير، يلا خلينا نفوت في أول مقطع بالقناة اللي هو كيف أجيب 95 في القدرات بمذاكرة كتاب الماس. خلينا ندخل هذا المقطع ونشوف أول الأسئلة اللي جتني في ذا المقطع. للتذكيرية يا جماعة شكرا مرة على 300 لايك في ذا المقطع، مرة فرحان والله، يعطيكم ألف عافية. خلينا الحين نشوف التعليقات، أنا متحمس مرة. شوف راح نبدأ بالتعليقات من فوق، تمام؟ واحد يقول يا ليت تعمل لنا طريقة صح لمذاكرة كتاب وتعطينا جدول له و120، الله يسعدك. طيب هذا السؤال كان يقول يبي جدول يذاكره حق القدرات اللفظي هو ال 120 نموذج، الله يسعدنا. طبعا الجدول من عندك، مفروض الجدول من عندك، ولكن راح اعطيكم الجدول تبعي. انا كنت كل يوم اذاكر تقريبا حوالي 5 نماذج كمي، تمام، وخمس نماذج لفظي كل يوم، وكنت استمر بذيك الطريقه الين ما جاء وقت اختبار. طبعا كنت اذاكر كل يوم 5 نماذج قبل الاختبار بشهرين، لكن بعد ما جاء الاختبار بشهر صرت اراجع. لما جيت اراجع صرت اراجع في اليوم تقريبا 10 نماذج، ويمكن اللفظي كنت راجع تقريبا في 80 صفحه، تمام، فلازم يكون في شده في المعنى. هذا هو كان جدولي في مذاكره المعاصي 120. السؤال الثاني يكلمني يقول لي السلام عليكم، ما شاء الله دامك جبت 99 اقل من شهر، يا ليت تنزل لنا جدولك وايش ذاكرت. هذا هو جواب الاول، كنت اذاكر كذا كل يوم 5 نماذج لين ما وصلت للمراجعه، صرت اذاكر في اليوم كم 10 نماذج، وصرت هذا اراجع اللفظي 80 صفحه في اليوم. دعواتكم انقبل مسار صحي ان شاء الله، ان شاء الله ادعوا لي يا جماعه الخير ان شاء الله تنقبل مسار صحي. عبد الله وان سي بي يقول يعطيك العافيه على الشرح وباذن الله اشتريه. والله يا جماعه الخير حابب اني اتكلم برضو في موضوع مهم، لانه في اغلب الناس فاكرين اني اسوي اعلان على كتاب المعاصر شيء. اول شيء من هنا وراي انا يعني ها اعيد كلامي، واذا اي احد يشوف من اطراف المعاصر ولا اي شيء، انا ما اسوي اعلان للمعاصر يا شباب، ما اسوي اعلان ابدا. انا اعطيكم نصيحه كتاب يجي في الاختبار، الناس كلها جت في الاختبار، وما اقول ابدا ولا اجامل ابدا في اي اعلان. انا اقول لكم مو اعلان. سديم الهربي تقول كتاب 120 اللي هو حق المعاصر كم صفحه فيه، وكيف اشتريته عن طريق الاب ستور؟ طبعا انا ما اشتريته عن طريق الاب ستور، انا كنت اذاكره عن طريق الاب ستور. كان في واحد من اخوياي كان مشتريه وكان اعطاني اياه مجانا، فلما اخذته صرت اذاكر منه وعجبني، قلت ما انا اصلا ما اعرف افهم عن بعد، فرحت على طول رحت اشتريته من مكتبه جرير. طبعا في الاب ستور موجود، بس ما اظن موجود، لا الاب ستور ما اظن موجود في الاب ستور، لازم جوجل اظن، والله ما ادري. طيب عشان اكون صريح معكم ما ادري والله. وكتاب ال 120 كم صفحه؟ تقريبا 230 صفحه او 228 صفحه هذا النماذج تقريبا. ريماس كامل تقول اللفظي بس المعاصر ولا على حسب وقت الاختبار يختلف؟ صراحه شوفي في عندك كتاب 105 وكتاب الاسود، ما ادري ايش اسم الحاجه الاسود، وعندك المعاصر اللفظي هذا، يعني انا ذاكر من معاصر اللفظي هنا كمان، فعندك اشياء كثير ممكن تاخذينها وتذاكري منها. يعني مو لازم يكون ذاكر من لفظي معاصر، في كتب كثير عندك الباب الاسود ولا ما ادري ايش اسمه، وعندك نماذج 105 على حسب يعني، وعلى حسب وقت الاختبار يختلف لفظي بس معاصر. لا ما يختلف على حسب وقت الاختبار، انت تذاكري من نماذج وتجيك بالاختبار، ما في شيء يختلف. سجا تقول لو سمحت يوم تقول انها نسخ لصق تقصد من 120 ولا جاك اسئله من نفس المعاصر؟ لما جاء نسخ لصق من 120 نموذج جاني من نفس الاسئله يا جماعه الخير، تخيلوا الرقم نفسه ونفس الاسئله نفس الجواب نفس النموذج جاني، وجاني اسئله من نفس المعاصر. اي نعم جاني نفس الاسئله بالضبط، ويعني مره ما كنت مصدق والله. مصلح تقول السلام عليكم، في تحميل كتاب قدرات معاصر 6 غير محلول؟ اي نعم في تحميل غير محلول، وفي هو اصلا يجيك غير محلول بس الاجابات تكون تحت على اساس انك اذا حليت تتاكد من حلك، وهذا الشيء اللي مره ساعد الطلاب انهم يعرفوا يكتشفوا مهاراتهم وحلهم. فاي نعم يجي بغير محلول بس الحل يكون تحت.
ليلى تقول عندي المعاصر بدون 120 للاسف، وش اسوي؟ صراحه لازم تجيب الاحدث، لانه ال 120 احدث من هذا المعاصر، وتقريبا كمان راح ينزل معاصر جديد غير ال 120، ف يعني كل سنه تفرق على السنه اللي قبلها، ولازم لازم تجدد يعني، لانه النماذج تختلف وفي اضافات، يمكن نفس النماذج بس في اضافات جديده، ويمكن هذه الاضافات تزيد تكون عليها درجات مره عاليه وتنقص كل اختبار. فنصيحه جيبي المعاصر 120 نموذج. تركي يقول انت تاسست من معاصر سته ولا من وين؟ اي نعم، تاسست من معاصر سته بلس، تاسست منه تاسيس تام وكان مره ممتاز. اي دي 179 يقول تحميل كتاب المعاصر بي دي اف غير محلل لازم تشترونه. اي نعم نعم، تحميل هذا كان يقول للناس خير، الله يجزاه خير، خلنا نعطيه واحد قلب. بسام العتيبي يقول كيف احمله بي دي اف؟ طبعا انا ما رديت عليه لانه في ناس ردوا عليه، وجزاهم الله خير اللي ردوا عليه، وشكرا مره. اس بروبي والله ما ادري ايش اسمه. المهم كان يقول متى خلصت الكتابين، يعني كم وقت كم قعدت يوم خلصت الكتابين، اللي هو المعاصر 6 بلس والمعاصر. طبعا المعاصر 6 بلس يا جماعه في التاسيس قعدت في حوالي شهر ونص ولا شهرين، يعني طولت مره في المعاصر 6 بلس، لانه التاسيس يكون ثقيل مره. وبعد التاسيس دخلت في التجميعات، ذاكرت التجميعات. وش هي التجميعات يا مازن؟ التجميعات اللي هي تكميليه 9 طبعا حق المنصف، كنت اذاكر منها عن بعد وحاول اطور في نفسي. وبعد ما سويت كده دخلت على طول على ايش؟ النماذج 120، لين ما خلصتها على الاختبار على طول. جاسمين تقول كيف كان اختبارك وجاء من الكتاب شيء؟ اي نعم جاء من الكتاب، نسخ لصق، اقول لك نسخ لصق، كيف تقولين كيف جاء من الاختبار؟ نسخ لصق، النسخ جاء لصق على طول، ما في اي حتى الاسئله ما في شيء متغير فيها. يعني تكون طيب اللفظي والكمي جاك نسخ لصق من هالكتابين؟ يا اخوان والله نسخ لصق، اللفظي ما جاني نسخ لصق، اللفظي في اسئله تغيرت فيه. اللفظي دايم اغلب الاسئله تتغير، اظن اللفظي في اسئله ما جتني من نفس النماذج، لاني تقريبا ما ذكرت احدث النماذج، ما جتني من نفسها، ففي اسئله جديده جتني ما كنت مستغرب منها، مثلا نموذج اثار الحسد والفضاء جاني، بس جاني اشياء جديده غير. المهم يعني كذا اللفظي هو اللي نقصني اللي جاوبت سوتي. طيب فيتولكس يقول الشاي برد وما قلت اي شيء جديد، يعطيك العافيه. عاصم يقول كم عطاك عماد الجزيري؟ انا قلت 100 مره انه هذا مو باعلان، والله مو باعلان. سي اي اي 2 قال الصراحه ما فتني بالمقطع بشيء، كله تبرير عن الكتاب نفس اي واحد، توقعت ان عنوان الفيديو الشرح لنا الطريقه واول جدول او لكن لا. طيب شوف يا جماعه، هذه وجهه النظر تعتبر يعني وجهه نظر مره مره تعطيني ايجابيه اني استمر. ليه؟ لانه هذا وجهه نظره قال لي انه انت ما فتنا بالمقطع، هذا خلاني اني لما اجي انزل المقطع احاول افيدكم بشكل اكثر من هذا. فوجهة النظر مهمة يا جماعة الخير، سواء كانت سلبية أو إيجابية، بس حاول تحافظ على السلبي، ما يكون سلبي مرة، لأن أحيانا يتحطم القلب زي ما تعرفوا. فوجهة النظر دي أبدا أنا ما أستغرب منها، وبالعكس أعطي لايك وأشكر على هذا التعليق، وما أجامل صراحة التعليق، وشكرا يعني. بس يا جماعة بنتكلم بشكل كامل، يعطيكم ألف عافية على الأسئلة، يعطيكم ألف عافية على الأسئلة، واكتبوا لي تحت كمان أسئلة أسوي لكم مقطع ثاني. السلام عليكم.